خصي إحصائيات حول المرور في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أوت أي الأسبوع الأخير، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص 232 حادث. أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 60 شخص وإصابة 440 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. أكبر عدد من هذه الحوادث سجل بإقليم ولاية الجزائر 18 حادث، البويرة ب 14 حادث، ولايتي عين دكلا وتلمسان ب 9 حوادث. 206 حادث تسبب فيها السواق ما يعادل نسبته 88% من مجموع الحوادث المسجلة، منها 103 حادث بسبب السرعة المفرطة و21 حادث بسبب التجاوز الخطير. المارة تسببوا في 14 حادث، المركبات في 9 حوادث منها 16 حادث بسبب 6 حوادث بسبب انفراز العجلة، حادثين بسبب اختلالات ميكانيكية، وتعطل منظومة الكبح تسببت في حادث واحد، وأخيرا حالة الطريق أو المحيط في 3 حوادث تمثلت في وجود الرمال على الطريق، اهتراء الطريق أو مرور الحيوانات.